السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهذا الفيديو بيكون ملم بجميع المعلومات، من بداية ما تقدم طلب الزيارة العائلية، مرورا بتقديمها إلى المكتب، مرورا إلى السفارة، خروجها من السفارة، وبعد السفارة إلى منفذ الوديعة والطيران. بيكون شرح تفصيلي إن شاء الله. بعد هذا الفيديو ما عاد تحتاج تسأل عن أي شيء. أولا نبدأ أكون بالزيارة العائلية. طبعا الآن الزيارة العائلية مفتوحة للجميع ولجميع المهن. أول كانت على بعض المهن، وكان السائق الخاص والمهن الفردية هذه ما تقبل. الآن الزيارة مفتوحة للجميع. كان أول زحمة، كانت تقدم شهر، تجلس تنتظر شهر شهرين علشان تطلع الزيارة. الآن الحمد لله الزيارة تطلع إلى اليوم، إلى اليوم الزيارات مفتوحة. يعني اليوم الذي قدموا اليوم الصباح جاء الظهر وهي مستند تأشيرة، فلا تكون تصدق الإشاعات إنها توقفت أو ما في زيارة، أو اللي يقول لك لبعد الحج. الزيارات مفتوحة إلى تاريخ 5 ذو الحجة، إلى انتهاء الدوام الرسمي، ويرجع يفتح الدوام من 16 ذو الحجة، بداية الدوام الرسمي. طبعا أي واحد يحب يقدم زيارة عائلية يقدم. من هم المسموح لك تقدمهم زيارة عائلية؟ الزوجة والأبناء، الأولاد والبنات والأب والأم. ويسمح للزوج يقدم لأبو زوجته وأم زوجته الذين هم أعمامه. وأحيان تقبل الأخت، بس الأغلب حاليا الأخت ترفض بكل الحالات. كان في تساهل قبل كورونا، كانت الأخت تقبل مع الأم، الآن أصبح الأم تقبل فقط والأخت ترفض، لا يتم قبولها أبدا. أنا قدمت حوالي 4 مرات وتم رفض الأخت حتى إذا كانت صغيرة، لكن هناك في حالات نادرة كذا قليلة يقبلوا الأخت مع الأم، حالات قليلة بس الأغلبية يرفضها. طبعا أي واحد يحب يقدم طلب زيارة عائلية لازم يكون مع زوجته جواز من المناطق حق الشرعية الذي هي مقبولة، ولازم يكون الجواز ساري، المفعول أقل شيء يكون في به سنة أقل حاجة. الجواز الممدد ما يقبل، الجواز الذي من مناطق صنعاء والمناطق هذه ما يقبل إلا من المناطق حق تعز، مثلا عدن، مارب، شبوة، مناطق الجنوب، هذه كلها يقبل. طبعا بعد ما تستخرج جواز لزوجتك أو أبوك أو أمك أو أطفالك، تدخل إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية، تدخل لها من جوجل وتفتح هذا الرابط، ويظهر لك كلمة أفراد ويظهر لك كلمة منشآت. أنت تضغط على كلمة أفراد، وبعدين تختار كلمة مقيم، بعدين تختار الزيارات العائلية. وبعد ما تضغط الزيارات العائلية بيظهر لك خانة تدخل فيها رقم الإقامة، وخانة فيها متى تنتهي الإقامة. هذا أول إجراء ضروري. بعد ما تدخل رقم إقامتك ومتى تنتهي الإقامة حقك في الهجري، تفتتح لك خانة جديد الذي فيها اسمك وبياناتك والشركة الذي أنت تشتغل فيها، وتعمل إيميل ورقم الجوال والمنطقة الذي أنت فيها. فلازم تكتب المنطقة الذي أنت، مثلا أنت في الرياض وكفيلك في الرياض، لازم تسجل المدينة حقك إنك في الرياض علشان تقبل، يكون المصادقة من نفس المدينة، ما يكون أنت شركتك في الرياض وأنت ساكن في الرياض تروح تصادقها في جدة، لا ترفض. خلي المصادقة من نفس المدينة. بعد ما تعبي هذه البيانات بتظهر لك خانة جديدة اللي هي إضافة، تضغط على كلمة إضافة بيطلع لك إضافة، مثلا تدخل البيانات حق الزوجة، الجنسية، اليمن، الاسم، وضروري تركز على اللقب، تسجل الاسم، البيانات مثل ما في الجواز. بالبيانات هنا يطلب منك 4 خانات، الاسم الأول والثاني والثالث واللقب الرابع. احيانا يجي في الجواز، انت كاتب في الجواز احيانا يجي عندك 5 خانات، الاسم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس اللقب. انت كيف تسجل؟ تسجل الاسم الاول في الخانة الاولى، والاسم الثاني في الخانة الثانية، والاسم اذا كان جوازك خماسي تسجل الاسم الثالث، الجد الثالث والرابع في الخانة الثالث، والخانة حق اللقب تسجل اللقب. وإن كان جوازك رباعي في الجواز تسجله رباعي، نفس في النظام، تسجل الاسم الأول والثاني والثالث والرابع، تسجل اللقب. بعد ما تدخل هذه البيانات تدخل تاريخ إصدار الجواز، رقم الجواز، وتاريخ الميلاد حق الزوجة بالضبط، نفس الجواز تدخل نفس البيانات اللي في الجواز
تدخلهم هنا بنفس البيانات، ويتأكد من رقم الجواز، لأن أكثر الناس تغلط في رقم الجواز، وبعدين يضطر إنه يعدله ويقدم طلب من جديد. فلذلك لازم تكون مركز وتسجل نفس البيانات الذي في الجواز. بعد ما تسجل البيانات حق الجواز وتاريخ انتهاء الجواز، تاريخ إصدار الجواز وتاريخ الانتهاء ومكان إصدار الجواز، تاريخ مكان إصدار الجواز لازم يكون معروف إنه من تعز أو من عدن أو من مارب أو من شبوة أو من حضرموت، من هذه المناطق. بعد ما تدخل البيانات حق الزوجة، بعدين تعمل إضافة مثلا للابن، تضيف البنت، تضيف الأب، تضيف الأم، تعملهم كلهم بمستند واحد. بعد ما تكمل البيانات، تدخل البيانات كل شيء صحيح، بيظهر لك كلمة حفظ، وأنت طبعا تكتب الغرض من الزيارة، طلب زيارة عائلية لي، كذا يكتب، يعني لا تتوه نفسك في طلب الزيارة إيش الغرض، يكتب طلب زيارة عائلية لي. بعد ما تعمل حفظ، بعد ما تدخل البيانات هذه كلها، بيطلع لك كلمة حفظ. أول ما تعمل حفظ بينقلك إلى وين؟ بينقلك إلى النفاد الوطني، وبيطلب منك كلمة المرور حق أبشر، اسم المستخدم، اسم المرور، وكلمة المرور. أنت تأخذ اسم المستخدم حق أبشر، نفس حق أبشر حقك، تعمل نفس اسم المستخدم وتعمل نفس كلمة المرور حق أبشر، تدخل كلمة المرور وتعمل أوكي، بتوصل لك رسالة إلى الجوال، رسالة التأكد. تدخل رسالة التأكد على طول، يظهر لك إيش؟ يظهر لك طلب الزيارة. بعد ما يظهر لك طلب الزيارة، تأخذ رقم الطلب، رقم الطلب حق الزيارة هذا، وتعطوه إذا أنت في شركة أو في مؤسسة، تعطوه للموارد البشرية حقكم أو لكفيلك، تقول له هذا رقم الطلب الزيارة حقي، أحب إنك تصادقه. فخلاص، فهم يخصموا 35 ريال من حسابك، أو أنت تعطيهم 35 ريال، فيدخل مثلا منطقة الغرفة التجارية الرياض، نظام الغرفة التجارية الشرقية، نظام الغرفة التجارية مثلا المدينة، كل مدينة لغرفة تجارية، فهم بيدخلوا على نظام الغرفة التجارية تصديق الأفراد، ويدخل البيانات حق الدفع، ويدخل بيان رقم الطلب، ويعمل تم. خلاص، فيقول لك لقد تمت المصادقة، تجيك رسالة إنه تم المصادقة عليها، بعد دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة يتم المصادقة، تجيك رسالة إنه تم المصادقة. طبعا الذي أحيانا يعمل الطلب حقه يوم الخميس بعد انتهاء الدوام، طبعا الجمعة والسبت عطلة، ما فيش مصادقة، أنت صادق، بس يوم الأحد الصباح بتي يتم المصادقة، بيطلع لك في الطلب، تشيك على الطلب بيطلع لك إنه مكتوب تم تصديق، جهة التصديق الرياض، جهة التصديق الشرقية، جهة التصديق المدينة. خلاص، إذا ظهر لك كلمة جهة التصديق، يعتبر الآن أنت قدمت طلب وصادقته، تنتظر إيش؟ تنتظر إنه يطلع مستند تأشيرة. طبعا من أول كان ينتظر الناس، ينتظروا 3 أيام، 4 أيام، أسبوع، علشان يطلع مستند تأشيرة، لكن حاليا الآن من يوم إلى 3 أيام يطلع مستند تأشيرة. مثلا هذه الأيام ما عاد فيه الزحمة، كل الناس قدمت، إذا قدمت هذه الأيام مثلا يطلع لك مستند تأشيرة بنفس اليوم، إذا تأخر لثاني يوم. بعد ما يطلع لك مستند التأشيرة الآن، أصبح الآن الموافقة جاهزة، إيش العملية التي تعملها بعدها؟ تأخذ هذا المستند التأشيرة، تتواصل مع المكاتب، المكاتب حق المعاملات، مثلا في صنعاء ولا في عدن، ترسل للمكاتب، تتواصل مع المكاتب، في مكاتب معروفة مثلا الحبيب، مكتب الحبيب، مكتب عدن الدولي، الحرمين، المضياف، إنجاز، با وزير، با شافعي، هذه مكاتب كثيرة. تتواصل مع أحد هذه المكاتب الرسمية المعترف فيها مرقمة، ترسل لهم صورة الإقامة حقك، وترسل لهم صورة مستند التأشيرة، هذا تراسلهم أنت بالواسط، وترسل لهم هذه الصور بالواتس، ملفات PDF، وبعدين تخلي اهلك باليمن يرسلوا لهم الجواز الزوجه، وجواز الابناء، وجواز الاب والام اذا كانوا موجودين في الزياره، وترسل لهم كمان شهائد الميلاد حق الابناء، شهائد الميلاد حق الابناء الاطفال، واذا كان الام موجوده تخرج ورقه اذن من الاب او من الاخ الاكبر من المحكمه انه يسمح لها بالسفر للسعوديه تزور ابنها، ضروري هذه الورقة من المحكمة اللي هي إذن. فخلص، وإذا كان الأب قد موجود ما يحتاج، وضروري عقد الزواج، إذا مش موجود معك عقد الزواج تكتفي بكرت العائلة الذي مكتوب في بو زوجتك وأولادك كل شيء، هذا يكفي خلاص. إذا كان عقد الزواج مش مصدق، لازم تصادقه بالمحكمة، شهادة الميلاد لازم تصادقه من الخارجية، انت مش فاضي، انت في السعوديه وزوجتك في اليمن، ما انت فاضي تروح تصادق
انت يرسلهم للمكاتب الذي يتعامل معهم، مثلا في عدن يرسل له العقد ويرسل له شاهد الميلاد، هو ياخذ منك 50 ريال وبيروح يعمل لك هذه العمليه كامل، بيروح يصادق لك من الخارجيه ويصادق لك العقد من المحكمه وبيعمل لك كل التصاديق هذه ويجهز امورك. بعد ما ترسل له الجواز، الجوازات، عقد الزواج، شهائد الميلاد، ثنتين صور، خلفيه بيضاء، معروف اصحاب الاستديوهات معروف لما تقول له معي جواز يعمل لك صور 5 في 5 او 6 في 6، هم عارفين الصور الذي انت بتحتاجها هنا. واذا كانت موجوده الاب والام تعمل جوازهم وثنتين صور كمان لهم وتسلمها للمكتب. الان انت سلمت جوازك للمكتب، طبعا مستند التاشيره صلاحيته احنا المعروف عندنا 3 اشهر، بس اصحاب المكاتب يقول لك مدته اكثر، يعني قد يكون صلاحيته من 3 اشهر الى 6 اشهر. مثلا انت جوازك الان له 2.5 شهر معك، سلمته للمكتب، المكتب رحله، دخل بياناتك، هنا دخل الجواز بمرحله جديده، خلاص يعتبر انه مش منتهي. متى ما وصلت المعامله للسفاره يتعامل طبيعي، ما عدلوش مده، ما عدلوش مده محدده ينتهي، خلاص يجلس هناك في السفاره الا اذا كان المده طويله زي ما حصل في كورونا، جلس حوالي 8 اشهر والتغت، صح تضطر انك تعمل مستند جديد. لكن هناك بالمعامله يجلس 3 اشهر، 4 اشهر، 5 اشهر ويجي لك مستند تاشيره جاهز عادي. فالمهم بعد ما تنتهي من هذه، ما يطلع مستند تاشيره وترسل للمكتب صوره الاقامه وصوره مستند تاشيره وترسل الجوازات حق الزوجه والابناء والاب والام اذا كانوا موجودين وثنتين صور وشهائد الميلاد وعقد الزواج، هنا ترسلهم للمكتب وتسلم له المبلغ حق المعامله، معروف انه 800 ريال، ممكن انت حسب الاتفاق معه تعطي له دفعه واحده او تعطي له نص المبلغ الان ونص المبلغ بعد ما تكون الجوازات جاهزه. فلما تسلمه للمكتب، انت الان مثلا سلمت له الجوازات والمكتب، الان في دفعه في السفاره جايه، الحين في ناس كثير يقول لك ليش حقي ما تاشر؟ المكتب ياخذ هذه الجوازات ويبدا يخليها عنده. أول ما تطلب السفارة دفعة جوازات، أول ما تطلب السفارة دفعة من الجوازات، أصحاب المكاتب يبدأوا يرحلوا البيانات، يبدأوا يشيلوا الجوازات الموجودة معهم، يرحلوا البيانات حقها على أساس إنهم الآن مستعدين بيرسلوا هذه الجوازات إلى السفارة. بس أحيانا بعض المكاتب عندهم جوازات كثير ومعاملات كثيرة، فيبدأ يرحل أكبر كمية. يعني السفارة طلبت منه مثلا، طلبت مثلا منه من هذا المكتب فرضا، طلبت منه مثلا 200 جواز، هو مسموح هو عنده في المكتب 300 جواز، والسفارة طلبت 200 جواز، هو بيرحل ال 200 الجواز الأولى اللي هي القديمة، بيرحل الجوازات هذه القديمة وبيدخل بياناتها طبيعي وبيخليها عنده. أول ما تجي الشركة الناقلة، طبعا في شركتين ناقلة في اليمن، شركة الوسيط وشركة القوافل، هذه الشركتين هم الذي يأخذوا الجوازات من عدن، يأخذوا الجوازات من صنعاء من المكاتب، يأخذوا هذه الجوازات كاملة إلى القنصلية الذي في عدن، وبعدين يقوموا بإعادة ترتيبها والتأكد من المعلومات الذي فيها وتجهيزها. طبعا خلاص المكاتب، السفارة جابت دفعة جديدة، مؤشرات طلبت دفعة جديدة، المكتب هذا مثلا جاب 200 جواز، المكتب الثاني 500 جواز، كله على حجم المكاتب وكم يصرفوا. مكاتب مثلا جديدة لسه صغيرة يطلبوا منها مثلا 150، مكاتب يطلبوا منها، خلاص يأخذوا الكمية المحدودة من هذه المكاتب، جمعوا من المكاتب كل الجوازات، أخذوا هذه المكاتب إلى القنصلية في عدن، رتبوها، جهزوها، هذه الشركة الناقلة. أحيانا تجلس أسبوع وتسافر، يأخذوها طيران عن طريق شركة اليمنية، أحيانا توصل بعد أسبوع للسفارة في عدن، القنصلية في عدن، أحيانا تجلس أسبوع، أحيانا توصل بعد 10 أيام. بعد ما توصل السفارة أكثر شيء تجلس الجوازات هناك أحيان أسبوع 10 أيام وتتأشر، تتأشر، فأحيان تتأشر وتتأخر هناك، وأحيان يمشوها بدري على الشركة الناقلة. مثلا الآن في جوازات مثلا من شهر 5، وفي جوازات الآن من شهر 5 حق شهر 6، حق شهر 6 الجوازات تتأشروا قبل حق شهر 5، المكاتب مش راضية تستلم حق شهر 6 وحق شهر 5 ما بعضهم تأشرت وما أرسلوها، يقول لك كيف انا اسلم الان جوازات حق شهر 6 وفي عندي جوازات حق شهر 5، ويوقع ضغط من اصحاب المعاملات، يقول عند اصحاب المكاتب يطالبوا، فكلهم مربوطين بالشركه الناقله والسفاره، فالسفاره متى ما جهزت هذه الدفع حق شهر 5 مثلا شهر 6، جهزت هذه الدفع كامله، سلم مثلا عملت 5000 جواز، 6000 جواز، 10000 جواز، كم ما في، اخذت هذه الجوازات الجاهزه
وسلمتها لمين؟ للشركة الناقلة، الوسيط والقوافل. شركة الوسيط والقوافل أخذوها، ممكن إنه يتحرك بعد يوم يرسلها بعد الطيران من جدة إلى عدن، ممكن يرسلها بعد أسبوع، ممكن بعد 10 أيام، بعد أحيانا 20 يوم، أحيانا 15، كله مرتبط للشركة الناقلة. أحيانا ترسلهم في أسبوع. متى ما أخذت الشركة الناقلة الجوازات أرسلتهم إلى المكاتب، وزعت كل المكاتب حقها الجوازات والدفعاء الذي معهم. المكاتب تتواصل مع الناس تقول له يا أخي جوازك جاهز، تعال خذه. بس أحيانا الشركة الناقلة هي دائما تأخذ على حسب الترتيب، مثلا الذي ارتفعه 10/6 تبدأ تأخذ اللي ارتفعه ب10/6، وبعدين 10/7، يعني 10/7، بعدين 11/7، بعدين 12/7، على الترتيب تأخذهم وتسلمهم على السفارة في الترتيب على حسب الترحيل حق البيانات. وبعد ما يرجعوا للمكاتب، والمكاتب تتواصل مع الناس تسلم كل جواز لصاحبه. بعدين هنا معك فترة، سواء السفرات المتعددة أو الزيارة الذي سفر وحدها. طبعا الزيارة الذي هي متعددة لما تدخل السعودية وهي الأفضل، أنصح كل إنسان إنه يأخذ الزيارة المتعددة. ميزة الزيارة المتعددة إنك بعد ما تدخل السعودية معك 3 أشهر تجدد أول مرة عن طريق أبشر طبيعي، المرة الثانية بعد 3 أشهر تدفع 100 ريال على الجواز، إذا كانت معك زوجة واحدة فقط تدفع 100 ريال تجدد لها 3 أشهر، وإن كان معك زوجة وطفل وطفلة مع 3 أشخاص تدفع بعد 3 أشهر 300 ريال، وبعد 3 أشهر تدفع 300 ريال، يعني الدفع يكون كل 3 أشهر. السفرة الواحدة يكون كل شهر، كل شهر إذا حقق الفيزا الزيارة العائلية سفرة واحدة تكون تدفع كل شهر، تكون تدفع كل شهر. فهم دائما يرسلون لك إذا حقق الإجازة حقك متعددة، هم ينتظرون لك قبل ما تنتهي ال3 أشهر في أسبوع يرسلون لك رسالة يقول لك لازم تمدد الزيارة، فتروح تدفع 100 ريال ويكون التأمين حقك ساري، وإذا ما عندكش تأمين تعمل تأمين الراجحي أبو 47 ريال تأمن علشان تجدد الزيارة. بعد ما تجدد تروح إلى أبشر وتدخل تواصل، طبعا أنت في المرة الأولى تجدد طبيعي، المرة الثانية بال3 أشهر فيتطلع لك رسالة عندما تعمل تمديد، تدخل من أبشر بعدين تروح المكفولين، خدمة المكفولين، بعدين تروح تأشيرات الزيارة العائلية، بعدين تروح تمديد زيارة عائلية. فلما تعمل تمديد زيارة عائلية بيطلع لك البيانات حق زوجتك وحق أولادك، ففي خيار اسمه تمديد. طبعا أنت تكون قد دفعت ال100 ريال عن طريق البنك، فتعمل تمديد أول مرة تتمدد لك، المرة الثانية تعمل نفس الطريقة، فلما تعمل تمديد فبتطلع لك رسالة يقول لك غير مسموح لأنك تجاوزت المدة المسموح بها. أنت تأخذ لقطة شاشة، تصور الشاشة من الجوال حقك أو الكمبيوتر، تصور هذه الشاشة وتروح لوين؟ تروح لأبشر مرة ثانية، تدخل خدماتي، الخدمات الإلكترونية، بعدين تروح لأبشر للجوازات، بعد ما تروح للجوازات تروح إلى تواصل، بعد ما تروح إلى تواصل اضغط عليها بتطلع لك خانة مكتوب فيها اسمك ورقم إقامتك ومكتوب فيه فراغ خيارات، أنت تختار تمديد زيارة عائلية لليمنيين، الخيار الثاني تمديد زيارة للأشقاء اليمنيين، بعدين بتحصل فراغ تحته، الفراغ إيش تكتب؟ ركز، الفراغ هذا تكتب فوقه تمديد زيارة عائلية للزوجة، تمديد زيارة عائلية للزوجة رقم الحدود كذا كذا كذا، بس ما تزيد أي حاجة، تمديد زيارة عائلية للزوجة رقم الحدود، تفتح جوازك، تفتح جوازك تشوف رقم الحدود الذي مكتوب بخط اليد الذي يوم ما دخل من المنفذ السعودي ختموا لها وعمل لي رقم بخط اليد حوالي 8 أرقام، هذا هو رقم الحدود، تدخل رقم الحدود هنا وبعدين تعمل ملف، تعمل تحميل ملف، هذا الملف تحميله الذي حق الصورة الذي تم الرفض، تعمل تحميل تحمل هذه الصورة وبعدين تعمل رفض. طبعا هنا عملت رفع، اذا خلاص هنا الزيارة العائلية اتمددت طبيعي، ونص يوم او يوم تجي لك رسالة يقول لك اول رسالة تجيك تقول لك لقد تم استقبال طلبك، بعدين ما تجي لك رسالة، انت تروح تشيك من ابشر، بعد نص يوم او بعد يوم تشيك على ابشر فتحصل رسالة مكتوب فيها خلاص، تحصل رسالة انه حقك الزيارة تمددة ال3 أشهر، مثلا الان احنا بشهر 7، فلما تدخل ابشر بتحصل انها تنتهي في شهر كم؟ في شهر 10 مثلا،
بعد 3 أشهر، والزيارة السفر الواحدة نفسه بيمدد له شهر، ونفس القصة. فأي واحد يقدم يخلي الزيارة متعددة الذي 360 يوم. طبعا احنا وصلنا الآن إلى السفارة، وإن السفارة عاملة، وبعدين جاءت الجوازات قد جاهزة، بعدين منفذ الوديعة. طبعا جوازك أصحاب الزيارة المتعددة، المدة حق الجواز بعد ما يظهر كنا نعتقد إنها 3 أشهر، بس أنا سألت مكاتب، حتى المكاتب اليمنية مش متأكد، إن البعض يقول لك سنة والبعض يقول لك 3 أشهر، رغم إنه مكتوب في الجواز مكتوب مدة الصلاحية سنة. طبعا أنا تواصلت مع مصريين، والمصريين الذين مهتمين بهذه الشؤون، فكلهم أكدوا لي، قالوا إن مدة الجواز مدته سنة، الذي هم زيارة متعددة، يعني ممكن إنك تكون في اليمن قال 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر وتعرف تدخل بهذا الجواز لأنه مدته سنة. الذي هو زيارة متعددة سفرة واحدة، مدة الجواز حقه فقط 90 يوم 3 أشهر. بعد ما تأخذ الجواز يكون جوازك جاهز مؤشر، يبقى الدخول من منفذ الوديعة. الزوج الذي هو محصن في السعودية أخذ الجرعة الأولى أو أخذ الجرعتين، وزوجته عند زيارة عائلية، يخرج للمنفذ يعمل فحص PCR بس، ويروح للمنفذ وزوجته تعمل فحص PCR ويدخل من المنفذ بشكل طبيعي، سواء زوجته لقحت أو ما لقحت. بس الأفضل إنك تخلي زوجتك تأخذ الجرعة الأولى، وإذا جاء موعد الجرعة الثانية وهي لسه في اليمن، الأفضل إنك تخلي تأخذ الجرعة الثانية، بعدين لما تدخل السعودية تدخل بالبرنامج حقهم إني أخذ الجرعة الثانية، وترتاح في ظهرك في توكلنا إنه محصنة. فخلاص منفذ الوديعة قد شيء معروف، تروح لهناك تستقبل زوجتك، يسمح لك مثلا تدخل زوجتك، أختك، أخوك الصغير إذا موجود في السيارة، أبوك، أمك، هم متساهلين مع العوائل كثير. ممكن شخص مش قادر يسافر يجيب زوجته من المنفذ، الشركة ما سمحت له خروج عودة، فيتصل إذا أخوها موجود في السعودية أو أبوها أو عمها أو خالها، عادي يروح للمنفذ ويدخلها طبيعي بدون أي عوائق، بس يثبت مثلا إنه خالها، إنه عمها، إنه قريبها، فهذه الأسرة تدخل بشكل سليم. أما الذي هم تأشيرة جديدة، أو الذي هم خروج عودة وما كانوا لقحوا في السعودية، هذم هم أكثر شيء اللي يتضرروا في اليمن، ما يسمح لهم إلا إذا أخذوا جرعتين. وبالنسبة للطيران، الذي بيدخلوا طيران حتى إذا كان زوجها محصن في السعودية ومعه زيارة عائلية وجاب زوجته لوحدها طيران، لازم تخضع للحجر الصحي، ولازم تجلس أسبوع بالفندق إذا كانت مع، سواء لقحت أو معها جرعة أولى. أما إذا كانت معها جرعتين، الزوجة أو الأب والأم أخذوا، أو أب ابن وبنت كبير أخذوا الجرعتين في اليمن، لازم الآن السعودية اشترط المطار إنك ما تقدر توصل للمطار ولا يسمح لك تدخل إلا إذا دخلت البيانات حقك في رابط مقيم الذي هو المقيم المحصن، المحرم الغير محصن، الزائر المحصن، الزائر الغير محصن. هذه البيانات لازم تدخلها، هذا شرط علشان تدخل طيران. إذا دخلتها، إذا عند جرعتين بيخلونك تدخل بدون حجر صحي، إذا عند جرعة أو بدون جرعة لازم عليك حجر صحي. وهذا الآن كملنا الموضوع. وبالنسبة لأصحاب اللقاح الذي لقحوه في اليمن، في تعز أو في صنعاء أو في عدن أو في حضرموت، كل الذي لقحوه في اليمن وأخذوا الجرعة الأولى، طلعوا رابط، تعمل اسمك، تبحث بالاسم فقط والمديرية والمدينة، فيطلع لك الاسم والرابط، تضغطه تطلع لك الشهادة الإلكترونية. هذا قبل يومين، الآن وزارة الصحة أخفت هذا الرابط وحولته إلى رابط جديد، إنك تحجز عن طريق هذا الرابط، إنك تحجز للجرعة الثانية، إذا كان سواء للجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، وإنهم ما يلقحوا لأي شخص إلا إذا أخذ الجرعة الأولى، أو إذا أخذ الجرعة الأولى يحجز للجرعة الثانية، وإذا ما أخذ الجرعة الأولى لازم يحجز عن طريق هذا الرابط. أنا بنزله بالفيديو بعد، تحت هذا الفيديو بالشرح بنزل لكم هذه الرابط حق الحجز للجرعة الأولى أو للجرعة الثانية اللي بالنسبة للذي باليمن. بعد الآن بعد ما والذي قد أخذوا الجرعة، طبعا هم كان نزلوا الروابط الشهادة الإلكترونية من تاريخ 3/6 وما فوق، والذي هم آخر شهر 5/1/6 و2/6 ما طلعت. فالآن وزارة الصحة وقفت هذا الرابط، والآن تعمل تحديث جديد وبينزلوا رابط جديد فيه كل الذي لقحوا، كل الأسماء الذي لقحوا في المديريات. أنت اللهم تدخل تبحث بالاسم، اسم زوجتك، وبيطلع لك الرابط،
وبيطلع لك الشهادة الإلكترونية. فالذي معه شهادتين إلكترونيتين فهذا يعتبر محصن جرعتين فيدخل السعودية بكل سهولة. فأنتم انتظروا وإن شاء الله أنا بنزل لكم الآن الرابط تحت هذا الفيديو، بنزل لكم الرابط كيف تستعلم عن تأشيرة زيارة عائلية. طبعا الذي عنده زيارة بعد ما تترحل للسفارة ويحب يشيك عليها يدخل رقم الجواز في رابط إنجاز الذي فيه رقم الجواز والجنسية وجهة القدوم ونوع الزيارة زيارة عائلية. تستعلم إذا طلع لك باركود واحد، إذا طلعت لك الصورة مرحلة وفي باركود واحد يعني إن المكتب رحلها بس لسه ما تأشرت في السفارة. وإذا طلعت اثنين باركود وطلع جنب الباركود اللي تحت الصورة مكتوب رقم المستند يعني إن جوازك جاهز وهو قدوم مؤشر جاهز. اللهم إنك تنتظر متى يوصل من السفارة يوصل للمكتب وتأخذه طبيعي. وكذلك تستعلم عن التأمين، بعمل لكم الرابط حق التأمين الذي يطلع لك متى تاريخ الإصدار. إذا طلع لك تاريخ الإصدار في التأمين وإنه فعال، تاريخ الإصدار هو نفسه تاريخ إصدار الجواز حقك، نفس اليوم صدر الجواز حقك. فأنا بنزل لكم الرابط حق إنجاز والرابط حق التأمين والرابط حق الحجز حق التلقيح في اليمن، بنزل لكم هم في الشهر في قناتي على اليوتيوب تحت هذا الفيديو. وأتمنى الكل يستفيد. أنا عارف إن أنا أطلت عليكم طولت عليكم بس أنا أعطيت لكم الزبدة والخلاصة حق كل شيء علشان ما تسأل أبدا أبدا ولا تحتاج أي معلومة، كل الأجوبة تكون معك. إذا في شيء أنا نسيتها أو ما ذكرتها يا ريت تكتبوا لي في التعليق وأنا إن شاء الله أرد عليكم. هذا الذي أحبيت أوضحه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، أنا يهمنا دعمكم أكثر شيء، وأي معلومة إن شاء الله تصلنا مفيدة لكم بنشرها هنا عبر قناتي في التيك توك باسم هاشم الشرعبي، في قناتي على اليوتيوب باسم هاشم الشرعبي، أو في قناتي على التيك توك باسم هاشم الشرعبي، أو تحصلنا في الفيسبوك في جروب أخبار الزيارات العائلية لليمنيين، أنا مشرف في هذاك الجروب يعني متواجد بهذه الأشياء. هذا الذي حبيت أنا أوضحه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.